واندفعت على بركة الله. إذن 8 روس باستبعاد واج الشمس من هذه المواجهة. شوط التكافؤ من 0 حتى 6 مسافة 1400 متر. بويونغ يبدأ المسار الداخلي في المركز الأول المطاردة من جيما في المرتبة الثانية مع محاولات التقدم كذلك والقدوم من أشيخ وكذلك فيا من الخارج مع راجية الفردوس. بيونغ هنا فيا تبدأ من الخارج كما نتابع الآن فيا وكذلك بيونغ من المسار الداخلي. جيما في المرتبة الثانية تتقدم لمطاردة بيونغ صاحب الصدارة في المسار الداخلي ممسكا بالصدارة بطول. في المركز الأول المطاردة تأتي من جيما في المركز الثاني، فيا في المركز الثالث، محاولة أشيخ في المركز الرابع وكذلك راجية الفردوس. هنا قدم جود عبد الله وكذلك كثر خيره وكذلك محاولات شيمة عرب فيما الصدارة بطولين فأكثر لصالح بيونغ صاحب الصدارة. مع أصيل السرحاني بدأت مراحل الحسم الصدارة لبيونغ، لازال ممسكا بها حتى الآن بقيادة أصيل السرحاني. في المرتبة الأولى المطاردة لازالت من قبل جيما، في المرتبة الثانية محاولات فيا وكذلك أشيخ فيما بيونغ يطير. مشاهدينا الكرام بهذا الشوط، شوط التكافؤ يقدم نفسه بشكل رائع وجميل. بيونغ يقدم نفسه بشكل رائع وجميل، مستوى ونتيجة ويحقق الانتصار. جيما المركز الثاني، فيا ثالثا وأشيخ للرابع، وهنا تأتي شيمة عرب المركز الخامس. ألف ألف مبروك إذن لإسطبل ذيب المراقيب، فوز بيونغ بانتصاره الثاني والأول هذا الموسم. ألف المبروك للمالك زياد السرحاني والخيال أصيل السرحاني. إذن مشاهدينا الأعزاء، شعار إسطبل ذيب المراقيب.